بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد، اليوم كرم نادي المدام الثقافي الرياضي الطلبة الموهوبين والمنتسبين إلى نادي المدام الثقافي الرياضي، وذلك من المبادرات المتوالية لنادي المدام الثقافي في تكريم وتشجيع الطلبة على الاستمرارية في العطاء، وذلك لم يأتي من فراغ. لله الحمد، نادي المدام له باع كبير في مثل هذه المبادرات، وأطلقنا اليوم لله الحمد مبادرة العباقرة، وأتى ذلك بالتعاون مع فريق شكرا لعطائك للتشجيع الطلبة المنتسبين الجدد لنادي المدام الثقافي الرياضي على حب المبادرات. وهذا الحفل أتى مزامنة مع جهود إمارة الشارقة في دعم مبادرات التطوعية، إن كان في الدوائر الحكومية أو الدوائر الخدمية في المنطقة، وإن شاء الله نحن في نادي المدام الثقافي الرياضي ندعم هذه المبادرات بشكل مستمر، وهذه إن شاء الله أنها تكون نحن نقول النواة الأولى للمبادرات فيما يتعلق بالأطفال.